بسم الله الرحمن الرحيم. الماك تكنولوجي في سوليوشن بتقدم لكم النهارده الحل العملي والذكي لباب الكورديون موتور السوينج. هنبتدي نفتح الباب. نبتدي نقفله. في إمكانية فتح غرفة واحدة، اقفلها مرة تانية، موجود معانا آلة التحكم، في منها الأوبن والستوب والكلوز، بناء على طلب العميل. بدل ان احنا نبيت للموتور في الحيطة عشان البوابة تفتح على مصراعيها، نبتدي نفتح الباب. نبتدي نقفل الباب. الموتور ده بيشيل معانا وزن الباب لحد 500 كيلو. اتشرفنا في تركيبه من التجمع الخامس. الماك تكنولوجي فور سولوشن. كل سنة وانتم طيبين.